مساء الخير. على نحو متصاعد وبشكل مريب ولافت للأنظار تتوالى دعوات كثيرين للصلح في سوريا. طبعا نحن هنا لا نتحدث عن بعض الإعلاميين من تيار الممانغة المتيمين ببشار وإيران ومن لف لفيفهم، بل عن سياق عام تتدفق فيه هذه الدعوات منذ أسابيع. ولا نعني فقط التوجه التركي الجديد بهذا الخصوص أيضا، فكلنا بات واضحا له أن أنقرة تصوغ سياسة جديدة لها مع محيطها الإقليمي والعربي تحديدا، سياسة تقوم على التطبيع مع الخصوم السابقين الذين تفجرت معهم العلاقات خلال السنوات العشر الماضية. بل نتحدث عن رأي عام دولي وإقليمي يبدو أنه يريد إنجاز مصالحة بين النظام والمعارضة بأي ثمن وبأسرع وقت ممكن. وهنا يجب أن نستذكر تصريح المسؤول البريطاني عن الملف السوري وزيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى دمشق مؤخرا والموقف الأمريكي غير المبالي والاستماتة من قبل الجزائر وكثير من الدول لإعادة النظام إلى الجامعة العربية لحضور بشار القمة القادمة وغير ذلك كثير. المشكلة هنا ليست في مبادرات الصلح، فمن الطبيعي أن يوجد عند كل صراع من يبادر لجمع أطرافه وحله بالطرق الدبلوماسية، لكن المشكلة التي نحن بصددها تتعلق بالتوقيت والموضوعية وبالنوايا المريبة التي لا يمكن الوثوق بها. فمن حيث التوقيت يبدو لافتا تزامن كل الدعوات من أطراف متناقضة، فما القاسم المشترك مثلا بين الأوروبيين والروس والإيرانيين وبعض العرب وكلهم خصوم سياسيون عندما يدعون للمصالحة في سوريا؟ من ناحية الموضوعية، فهل من العدل مساواة الضحية بالجلاد والقول بمصالحة على مبدأ عفى الله عما مضى هكذا وبكل بساطة بعد ملايين الشهداء والجرحى والمهجرين والمعتقلين الذين أجرم بحقهم نظام أسد؟ أما عن النوايا، وبالرغم من أن كل طرف تختلف التقديرات لدوافعه، إلا أن المؤكد أن أغلب هؤلاء الدعاة لا ينطلقون من الحرص على إنهاء معاناة السوريين ووضع حد للحرب التي تجاوز عمرها 10 سنوات. فما الذي يريده هؤلاء؟ اللافت أيضا أن الجميع تقريبا بدأ يتحرك ويتصرف ويدعو للمصالحة السورية، وأن الكل أصبح حمامة سلام ترفرف فوق دمشق، وكأن مشاكل العرب والعالم انتهت ولم تبقى إلا مشكلة سوريا. ففي العراق زيت الصدريين يلهب نار شيعة إيران ويهدد البلاد بالانزلاق نحو حرب ميليشياوية جديدة. في ليبيا عادت المدافع والبنادق لتضرب صلحا هشا، وفي لبنان فرقاء على جمر بلا رماد قد يحرق الدولة والمجتمع. بل ألم يحن الوقت لإنهاء الخلاف بين الجزائر والمغرب حول قضية الصحراء الغربية التي تجاوز عمر مشكلاتها 50 عاما؟ مرة أخرى ومن جديد، لسنا ضد حل المسألة السورية وإنهاء المعاناة التي يقاسي منها الشعب، ولم يثر السوريون من أجل القتال للأبد، بل وعلى الأرض وعمليا فإن المعارضة قدمت كل التنازلات خلال السنوات الماضية من أجل حل سياسي، رغم أنه كان يجري في مسارات مبتذلة معروفة النتيجة مثل مفاوضات اللجنة الدستورية. بينما عرقل النظام وأفشل كل المسارات ورفض جميع القرارات الدولية وضرب المبادرات عرض الحائط منذ عام 2011 حتى اليوم، فهل يريد الساعون اليوم بالصلح القول إنه لا أمل بأن يتنازل النظام في شيء وإن الحل الواحد هو منحه كل شيء ومسامحته على كل شيء، بل وربما الاعتذار منه أيضا؟ والسؤال الأهم من كل ذلك هو لماذا يجب فعل ذلك؟ ما الهدف؟ ما الذي تريده هذه الدول؟ وما هي الأجندات والغايات؟ وما الذي تخفيه دعوات الصلح والسلام؟ أم إنها بالفعل مجرد دعوات بريئة وصادقة هدفها خير السوريين وإنهاء معاناتهم؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل.
أرحب بضيوفي عبر سكايب من واشنطن بالأستاذ محمد عويس المحلل السياسي من الدوحة، ورحب بالدكتورة رهف الدغلي أستاذة العلوم السياسية بجامعة لانكستر، كذلك أرحب بضيفنا من أرهوس الأستاذ سامر رياس المختص بالشأن الروسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى هذه الحلقة من تفاصيل. أبدأ معك أستاذ محمد عويس، كما تابعت في المقدمة وكما تتابع من خلال الأخبار، تعالت الأصوات مؤخرا، وهنا لا أتحدث عن أصوات فردية ولا فقط عن حكومات بل بشكل عام إقليميا ودوليا، تعالت الأصوات وكثرت الدعوات التي تدعو إلى المصالحة في سوريا. ما المقصود بمصطلح المصالحة، وفي أي سياق يجب أن تسير هذه المصالحة طالما أن قرارات مجلس الأمن المعنية بسوريا وخاصة 2254 معطلة، والحل السياسي معطل، واللجنة الدستورية لم تحرز أي تقدم ولا حتى مليمتر، وروسيا تفرض حل بديل هو مسار أستانا الفاشل أيضا؟ تفضل، ما المقصود بالمصالحة؟ أولا دعني أستعمل كلمة وأقول تجحيش. تجحيش تعني في بلاد الشام، بلادنا بلاد الشام، تجحيش هو التحليل، تحليل الطلاق، تحليل طلاق، وهو تحليل المحرم، تحليل المحرم. ولكن الآن يطالبون بما يسمونه المصالحة مع النظام السوري، هم أنفسهم كذلك مجرمي حرب، مجرمين بحق الإنسانية وبحق شعوبهم، من العشرية السوداء في الجزائر إلى دويلات صغيرة معادية لحق الشعب العربي بالثورة والحرية، والتي دفعت مليارات الدولارات ضد الشعب العربي لينال حريته من أنظمة الظلم والظلام العربية. فلذلك أنا برأيي هنا أتكلم عن العرب الذين يطالبون بالتطبيع مع بشار الأسد، بس مع ذلك لا يزال مصطلح مصالحة أو صلح غير مفهوم. طيب دعني أطرح عليك ما يفهم حاليا. دعني أنهي وبسرعة هنا عن موضوع، يعني أنا تكلمت عن العرب، فضل. ودعني أتكلم الآن عن كذلك الأوروبيين والأمريكيين، الذين أولا الأمريكيون يعني قاموا بتلزيم هذا الموضوع للكيان الصهيوني وللإيرانيين، لأن يعني إدارة الرئيس بايدن تستفيد من أي شيء يخدم مصلحة إيران كي يحصلوا على اتفاق نووي مع الإيرانيين. هذا تماما كما حدث في سنة 2015 عندما سكتوا عن جرائم الأسد بحق الشعب السوري من أجل الحصول على اتفاق. تفضل بسؤالك. كنت أسألك عن مصطلح مصالحة لنفهمه، يعني عندما يتم تداوله بشكل سياسي ودبلوماسي، هل المقصود، أليس بعد كل نزاع هناك مصالحة؟ هل المقصود بها عفى الله عن ما مضى ونبدأ صفحة جديدة، أم المقصود بها مرحلة انتقالية وحل سياسي؟ وإن كان الجواب الأخير فلماذا استبدال المصطلحات إذن؟ مصالحة مع الجزار معنى ذلك السكوت عن الدم والسكوت عن السبب الذي بدأت عليه الثورة السورية وثورات الربيع العربي كذلك، المطالبة بالحرية والديمقراطية والعيش الآمن على الأقل في البلاد. لم يتغير نظام الأسد، بل زاد إجرام هذا النظام وزادت الدماء واستعمل الأسلحة الكيماوية والتغييب، و11 ألف يعني قيصر، تسريب قيصر، هناك 11 ألف يعني الناس جوعوا حتى الموت وعذبوا وقتلوا، وما زال النظام يرتكب الجرائم بحق هذا الشعب. والنظام الروسي كذلك، النظام الروسي نظام الآن أصبح نظاما فاشيا يحاول احتلال أرض الغير بالقوة، ويريد للفاشيين في المنطقة، أن كان النظام الإيراني أو النظام السوري أو النظام الجزائري الآن الذي بدأ يتقرب من النظام الروسي، وبعض دول الخليج التي ألقت بكامل ثقلها لهزيمة الشعب السوري ولهزيمة كذلك يعني جميع ثورات الربيع العربي. طيب. فلذلك الشعوب في مأزق، وعملية المصالحة أنا برأيي هذا يعني ذر في الرماد، ولا يوجد هناك أي إمكانية لعودة أي من اللاجئين إذا كان هذا النظام سيبقى، لأنه سينكل بهم كما نكل بأهلهم وأولادهم، وحرق أولادهم وقتلهم بالكيماوي وشردهم.
إلى الدوحة مع الدكتورة رهف الدغلي أستاذة العلوم السياسية. أرحب بك معنا من جديد دكتورة رهف. ما رأيك؟ ما المقصود بكلمة مصالحة أو مصطلح مصالحة مع هذا النظام؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أو السؤال أصلا هنا، هل تغيرت مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحل في سوريا تجاه هذا النظام؟ وأقتبس هنا ما جاء على لسان المبعوث البريطاني جوناثان هارغيرفير في زيارة له إلى إسرائيل قبل أيام. يقول الدول الأوروبية والولايات المتحدة أدركوا أن الضغط الذي يمارسونه لن يسفر عن نتيجة توصل إلى تغيير نظام الأسد في سوريا. مساء الخير لك ولضيوفك. أولا دعني أن أقوم بتثنيد مصطلح مصالحة. استخدام المصطلحات هو جدا مهم. أعتقد أن استخدام مصطلح مصالحة هو يعني يعتبر باكرا اليوم، يعتقد به يعني حسب النظريات السياسية بأن نبدأ في تغيير أي نظام عن طريق ربما التسوية، عدالة انتقالية أو دمقرطة، بينما استخدام مصطلح المصالحة هو وضع طرفين على سوية واحدة أو متساويين، وهذا ما ليس يعني ليس في الكونتكست السوري وليس في الوضع السوري حاليا. أعتقد بأنه ما تم استخدامه في الرأي العام مؤخرا هو أكثر من تحرك دولي وإقليمي لحل الأزمة في سوريا أو القضية في سوريا. طبعا هناك أسباب عدة في ما نعتقده اليوم بأنه تغيير في مسارات الدول هو متعلق، أنا لا أراه تغيير كامل أو دعني أن أقول هو هناك في تغيير في الخطاب وليس تغيير في السياسات أو ما كان يحدث على الأرض. يعني من اليوم الأول الدول الأوروبية وأمريكا لم تكن لديهم إرادة فاعلة في تغيير النظام. هم استفادوا من ما حصل في العراق واجتثاث البعث وما أدى إلى ذلك. هناك نقطة أخرى وعلينا أن نشير أو نلقي الضوء عليها، بأن هذا التحرك الدولي والإقليمي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطاب الداخلي لهذه الدول الإقليمية، سواء الإقليمية والدولية. يعني اليوم عندما اتجه إلى مثلا في أخذ بعين الاعتبار الدولة التركية، يعني أرى بأن خطابها ليس موجه للخارج بقدر ما هو موجه إلى الداخل التركي، يعني وخصوصا في الانتخابات التي ستجري في جون. بالنسبة لباقي أو الرأي العام، أنا أعتقد أيضاً هناك الرأي العام السائد، هناك مشاكل اقتصادية وخصوصاً في ما يواجهه يواجهه الشعب السوري سواء في الدول التي يلجأ إليها أو في الداخل. في نقطة أخرى أيضاً، أننا يعني معظم هذه الدول أصبحت تنظر إلى القضية السورية بنظرة أمنية، بمعنى أن هناك يأتي برايوريتي بالنسبة لها أو بالمربع الأول بالنسبة لها هي حل قضية الإرهاب وداعش. هذا هو المحور الأول. أما ما يعني أنا سأسميه ليست مصالحة وإنما فرض تسوية من فوق، وهذا يعني وأنا أعتقد بأن هذا هو المصطلح الأكثر تعبيراً عما يجري. وهناك أيضاً طبعاً يعني نظريات الانتقال الديمقراطية يعني ليس لها نوع واحد أو بارادايم واحد، وإنما تختلف بحسب النظام السلطوي اللي بتواجهه كل دولة أو كل منطقة. بالنسبة لسوريا أيضاً ربما وجدت هذه الدول الإقليمية والدولية بأن تغيير النظام بشكل جذري هو غير قادرين على تغيير النظام بشكل جذري. هناك مشكلة تشتت الفصائل التي اليوم نتحدث عنها، الجيش العقائدي بالنسبة للنظام، حلفائه مثل إيران وروسيا التي يعني تدخلهم بالقضية السورية هو أكثر من موضوع مصلحاتي وإنما أصبح أمني، الوجود التركي وأيضا يعني وهذا ما ربما يعني يجب التحدث يعني التطرق له. طيب يا دكتورة دعيني أسألك هنا، لماذا بالمقابل غابت مصطلحات ودعوات مثل الدعوة إلى حل سياسي، الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن، الدعوة إلى مرحلة انتقالية، الجلوس على طاولة المفاوضات؟ أعطيك مثالين، هدول اللي خاطرين على بالي، معلش سامحيني. آخرهم ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأحدث ضجة كبيرة بل ومظاهرات في الداخل، عندما قال أنه لابد من أن يجلس أو لابد من المصالحة بين المعارضة والنظام، ثم عدل ذلك واستخدم كلمة تسوية أو اتفاق. وتذكرين معي قبل عام أو أكثر على ما يبدو، على ما أذكر، في أعمال اللجنة الدستورية عندما خرج بيان
وتلاه المبعوث الأممي جير بيدرسون استخدم مصطلح المصالحة الانتقالية، المصالحة الانتقالية بدلا من العدالة الانتقالية. طبعا هذا عندما تحدث ضجة تسحب بعض المصطلحات أو تستبدل أو تعزى إلى خطأ في الترجمة وما إلى ذلك. يحاول اليوم تحاول بعض الدول من خلال هكذا تصريحات أن تجس نبض الشارع السوري، أن ترى مدى قابلية هذا الأمر عندما تستبدل هذه المصطلحات، وماذا عن المصطلحات الأصيلة التي يتمسك بها السوريون والتي تنبثق من قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المعنية بالملف السوري، لماذا تغيب؟ هلا في النظام الخطابي للعلاقات الدولية دائما هذه المصطلحات لا تلقى جزافا. يعني عندما نقول بأننا نريد حل سياسي، هذا يعني بأن هناك يعني، وخصوصا هلا اليوم في الأزمة السورية يوجد أربع أطراف قوية ومتداخلة، يعني علاقاتها وتنافسها وتنافرها وأيضا مصالحها هي متداخلة. ونحن اليوم بما يسمى في العلاقات الدولية هو نون هيجمونيك أوردر، لا يوجد فاعل إقليمي أو دولي مهيمن، ولذلك هناك صعوبة للحل، أو ما يسمى في أناركي العشوائية، أو أنا آسفة ما عم بقدر أترجم المصطلح، أناركي في النظام الدولي أو الإقليمي، وهذا ما يصعب وجود حل سياسي حقيقي ممكن أن تفرضه دولة على أخرى. ولذلك يعني استخدام مصطلح حل سياسي هذا يفرض على هذه الدول مجموعة من القرارات ويعني من القرارات التي يجب أن يقوموا بها، بينما استخدام مصالحة هو أكثر على يعطي، وخصوصا المصالحة بدون عدالة هو يعني بأن هذه الدول لا تعني بأنه يكون هناك علاقة تشاركية حقيقية ما بين النظام وقوى المعارضة على سبيل المثال، وإنما إعادة إشراك المعارضة كجزء منها في هيكلة النظام البنيوية بغرض إيجاد حل تمثيلي أنا أقوله أو إكسسواراتي لتسوية الوضع. وهنا أيضا علينا أن نشير بأنه هناك أيضا إعادة الإعمار، موضوع إعادة الإعمار هذا مهم جدا لبعض القوى الدولية التي يعني تنتظر الاستفادة من ما ستسمح لها يعني من إعادة الإعمار من إيرادات ومشاريع. لذلك هي حريصة على الوصول إلى حل مهما كان شكل هذا الحل ومهما كان نسبة العدل الذي فيه. طيب اسمحي لي توقف عند هذه النقطة وأعود إليك بعد قليل إلى الأستاذ سامر الياس المختص بالشأن الروسي ضيفنا من أرغس، أرحب بك معنا من جديد. فكرة مصالحة هذا هو الحل للملف السوري على الطريقة الروسية، وهذا هو مسار أستانا، لا حديث عن إسقاط نظام، لا حديث عن تغيير في بنية هذا النظام، وإنما تجلس المعارضة والنظام ويتوصلون إلى حل ويعدلون بعض الفقرات بعض البنود في الدستور السوري. السؤال هو تلعب دور روسيا برأيك عندما نسمع بعض الأصوات الإقليمية والدولية اليائسة من فكرة إسقاط النظام أو استبداله، والتي بدأت تنادي بفكرة المصالحة أو مصطلح المصالحة؟ تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين وللضيفة الكريمة من الدوحة وزميلنا الضيف من واشنطن بداية. أهلا وسهلا. الجانب الروسي بعد تدخله العسكري في عام 2015 فرض معادلات معينة على الأرض السورية، وأجرى مجموعة من الصفقات ربما بصفته الطرف المهيمن أو الأكثر تأثيراً في سوريا عبر اشتقاق موضوع أستانا وعقد صفقات مع الأطراف الإقليمية الأساسية لتهدئة الأمور. هنا أعتقد بأن أيضاً النظام السوري أخذ بنصيحة الجانب الروسي عندما بدأ بموضوع المصالحات والهدن، ونحن نتذكر كيف أن النظام على سبيل المثال انقلب على الهدن التي كانت في محيط مدينة دمشق بعد عام 2018. هذه مصالحات خلبية وهمية كاذبة. هذه مصالحات داخلية، وكان هناك وزير مسؤول عن المصالحات من أجل إثبات أو إظهار النظام السوري بمظهر الطرف الذي يريد المصالحات، ولكن واضح تماما أنها كانت مصالحات انتقالية من أجل انتظار الوضع المناسب للانقضاض على السوريين وسلبهم كل والأمثلة شيء. والأمثلة كثيرة. طيب نعم،
الجانب الآخر الذي يعرض اليوم هو أن روسيا تضغط على الأطراف الإقليمية وتحاول أن تجد إمكانية من أجل عودة النظام بشكل كامل، سواء إلى المنظومة العربية، وهذا كان واضحا بزيارات لافروف وطروحات وزيارات لافروف في العامين الأخيرين إلى البلدان العربية في المملكة العربية السعودية. كان هناك بس حديث. يقال عفوا المقاطعة، يقال أنها لم تثمر شيء يا أستاذ سامر. نعم طبيعي، من الأكيد بأنها لم تثمر أي شيء. كان هناك زيارة للبرنتيف واجتمع مع ولي العهد السعودي لساعات قبل زيارة لافروف، وبعدها التقى لافروف في جدة مع ولي العهد ومن دون أي نتائج. لكن هناك ضغوط تمارس من قبل روسيا على الأطراف الإقليمية أيضا من أجل الدخول في هذا الموضوع، وربما هناك إغراءات في هذا الصعيد من أجل جذب هذه الدول. تركيا مثالا، تركيا مثالا كما تقول المعارضة التركية. نعم، دعني أعود إلى عام 2016 أو 2017 عندما بدأت الأزمة الخليجية، وكيف أن البلدان العربية ضعف اهتمامها بشكل كبير في هذه الأزمة، ما فتح مجالا لروسيا من أجل التنسيق مع تركيا ومع إيران وإعطاء كل طرف مصالحه ربما في سوريا بمقابل بقاء النظام وعودته تدريجيا للسيطرة على كامل الأراضي السورية. ومن هنا ربما جاءت فكرة مناطق خفض التصعيد الأربع، ولاحقا يعني الانقضاض على مناطق خفض التصعيد والقطم التدريجي لأراضي المعارضة، ولاحقا حصرها في إدلب. اليوم نجد بأن روسيا أيضا ربما تتفاوض مع الجانب التركي لإقناعه بأن يكون النظام مسيطرا على كامل الأراضي السورية مع ضمان حقوق تركيا، تتوافق هنا مع الرؤية التركية نظرا لوجود انتخابات مصيرية في الصيف العام المقبل في تركيا وصعود بسبب الأزمات الاقتصادية الموجودة والمشكلات في داخل تركيا. ربما أقنع الجانب التركي بأنه من الأفضل لكم التنسيق مع النظام السوري. الجانب التركي أيضا هنا يجب التأكيد على نقطة معينة، بأنه يسلب مجموعة من الأصوات من المعارضة القومية التركية على حساب اللاجئين السوريين، ولهذا فالمصارحة هي غرض مهم ربما كانت قد طرحته الأحزاب القومية التركية عندما زارت سوريا في المرات الماضية والتقت مع النظام وتتفق مع النظام بشكل كبير. إذا التغيرات تخدم الجانب الروسي بموضوع المصالحات. أخيرا، العالم الآن ربما ليس منتبه بشكل أساسي أو ليس مركزا بشكل أساسي على الموضوع السوري، وهناك اهتمام أكبر بقضايا أكثر مصيرية ربما، لذلك هم يتركون السوريين مع مصيرهم من دون أي مبالاة ومن دون أن يتدخلوا بشكل مباشر. أنا أتفق مع الدكتورة بأنه فكرة الحل السياسي تقتضي من كل طرف أن يبذل جهودا معينة. الحل السياسي مفاتيحه موجودة في موسكو. موسكو لا تريد أن يكون هناك حل سياسي واقعي وواضح. لو كانت أرادت ذلك لكانت بدأت حتى قبل تدخلها العسكري بإقناع النظام أو إجباره على تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي الراحل كوفي عنان ذات النقاط الستة، والتي كانت أفضل نموذج ربما لحل الأزمة السورية قبل أن تتحول الأمور إلى المعارك التي شاهدناها والدمار الذي شاهدناه بعد ذلك. روسيا تسعى لمصالحات مع أطراف بين النظام والعالم من أجل بقاء هذا النظام. دعونا نتذكر صفقة الكيماوي في 2013 عندما على كل الأحوال هلا بقاء النظام شيء وفكرة المصالحة كحل شيء آخر. أستاذ نعم سامر، نحن هذا ما نسأله. نعم أنا أتفق معك أنه موضوع المصالح، لكن هي الآن المصالحة من وجهة النظر الروسية هي بقاء النظام بنفس الوتيرة بنفس الشكل الذي كان عليه قبل عام 2011. الثورة الملونة كما تصفها موسكو، هذه الثورات انتهت، لا يوجد سيطرة للإسلاميين، لا يوجد أي تغيير للنظام، وكأن شيئا لو لم يكن مع إعطاء بعض الامتيازات للمعارضة ربما حقيبة حقيبتين من باب قدر جميل، وما يمكن أن يطرحوه على قدر جميل أن يعود نائما لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والتموين على سبيل المثال. مفهوم. من جديد إليك أستاذ محمد عويس، ما قاله عندما زار المبعوث البريطاني، وأنا أقرأ بعض التصريحات له لإسرائيل مؤخرا ولقائه مع مسؤولين إسرائيليين، نقل عنهم
أنهم يرون أنه لا جدوى اليوم من تغيير النظام، ولا يجب أصلا تغيير النظام في سوريا، بل يجب الضغط من أجل تغيير سلوكه. وشرحوا أن ما تقوم به إسرائيل من ضربات هنا وهناك على الأراضي السورية يصب في هذا الاتجاه. السؤال هو، هل تسعى إسرائيل إلى أن تقنع بعض الأطراف الغربية أو الولايات المتحدة بالدرجة الأولى بموضوع تغيير سلوك النظام بدلا عن تغيير هذا النظام؟ وهل متبنية الولايات المتحدة، أقصد متبنية لمثل هكذا توجه، أم أنه لا، الكلام القديم ما زال قائما، القديم الجديد، لا 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 إعادة أعمار، لا عودة للاجئين، لا فك للعقوبات دون مرحلة انتقالية وحل سياسي شامل في كل سوريا؟ يعني دعني أقول أن الأمريكيون والإسرائيليون أو الكيان الصهيوني يعرفون أن النظام الأسد هو نظام وظيفي منذ بدايته، منذ أيام حافظ الأسد، منذ حرب 1973 إلى يومنا هذا هو نظام وظيفي، وهم يستفيدون من وجود هذا النظام لأنه حتى حرم النظام، حرم الشعب السوري. بس وقتها لم يكن نظاما بهذا الإجرام، نظاما منبوذا، نظاما هجر، نظام قتل، نظام من الشعب السوري ينبوذه، والمجتمع الدولي ينبوذه، وحتى الدول الإقليمية تنبوذه. يعني اختلفت شكل النظام قبل عام الآن. من القائل في سنة 1975 عندما دخلت قوات الردع العربية وانقلاب النظام السوري على قوات الردع العربية وأصبح احتلال سوري للبنان، أنا لي أقارب كثيرون، وأنا واحد الناس الذين أوقفوا، أوقفتني القوات السورية عندما كنت في زيارة إلى لبنان كذلك. وهناك الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين مغيبين منذ تلك الأيام، وهناك عشرات الآلاف من السوريين مغيبون أو قتلوا عند هذا النظام، ولكن يسكتون عن هذا النظام لأنه نظام وظيفي يحمي الكيان الصهيوني، ولم يسمح بإطلاق طلقة نار واحدة باتجاه الكيان الصهيوني عبر جبهة الجولان. بل تقصد من يحمون؟ المجتمع الدولي؟ نعم يربوه الغطاء، وما زالت كانت عفوا ليس ما زالت كانت السفارات السورية موجودة. وأتذكر أنا هنا في واشنطن وكنت أتكلم مع المعلم بين الفينة والأخرى، والمعلم كان أكبر سفير وظيفي في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح، هذا كله صحيح يا أستاذ محمد، اسمح لي، ولكن هذا لا يقارن مع ما حدث في سوريا من بعد 2011، من تدمير، من قتل، من تشريد، من تهجير، يعني اختلفت، من استخدام أسلحة محرمة دوليا، اختلفت المعطيات كليا. نعم سيدي الكريم، دعني أقول أولا أن كل هذه الدول التي دول العظمى التي تطالب باتفاق أو بمصالحة مع النظام السوري لها عصابات إرهابية، وهذه العصابات الإرهابية هي التي أخرجت الثورة السورية الغير ملوثة، الروث والتلوث الذي دخل على الثورة السورية دخل من جماعات إيران وحزب الله اللبناني وداعش وجبهة النصرة التي يعني غيرت اسمها مرتين أظن منذ بدايتها. وهناك دول ما زالت من هذه الدول الفاعلة على الساحة السورية ما زالت تحتضن هؤلاء، إن كانت قسد أو كانت عصابات الفاطميون أو طيب. الأفغان أو يعني ما يسمى جبهة تحرير الشام، تركيا مسؤولة عن هؤلاء. إذا كانوا يريدون أن يكون حل في سوريا فعلى كل هؤلاء المرتزقة وكذلك المنظمات وإن كانوا سوريين أن يتوقفوا عن دعم هؤلاء ويدعموا الجيش الحر الذي كان يفاوض النظام السوري بشرف وكرامة نيابة عن الثورة السورية. أما أن يعلنوا هزيمة الشعب السوري لأنهم أدخلوا هذه العصابات الإرهابية من قسد والبي كي كي والفاطميون والحرس الثوري الإيراني وكل هذه الحثلات التي دخلت إلى سوريا، فأنا برأيي هذا إعادة تنظيف لنظام الأسد وإعادة الشعب السوري إلى السجن الكبير الذي يسمى سوريا تحت حكم. بس كيف ذلك؟ ما زال قانون قيصر فاعل، والعقوبات على النظام موجودة، والولايات المتحدة تقول إن لم يتم التوصل لحل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف واحد ومعروفة
ما يتضمنه كل قرار من هذه للجميع، لا يمكن اليوم تقديم أي دعم أو رفع هذه العقوبات أو إعادة للاجئين أو إعادة للإعمار أو تدفق للأموال وما إلى ذلك. نعم. طيب. الحكومة إذا لم يتغير موقف الولايات المتحدة من هذا النظام وهي لا تدعو إلى مصالحة. الحكومة الأمريكية في المرحلة في الأربع سنوات الثانية من حكم الرئيس أوباما استقالت من موضوع دعم الشعب السوري وشددوا على دعم قوات قسد وهي عصابة إرهابية لا تختلف عن أي من العصابات الإرهابية الموجودة إن كانت داعش قسد. بس يقولون من أجل محاربة داعش، يعني كله يقولون داعش ولكن كلها منظمات إرهابية، فاستقالوا من هذا وركزوا على دعم قسد ودعم ما يريده الكيان الصهيوني، وكذلك دعموا إيران في مرحلة من المراحل، دعموا إيران في العراق وهو الذي أنتج داعش، أنتجت في العراق بسبب. طيب جميل، هذا كله مفهوم. حدثني عن اليوم، اليوم أيضا المعطيات، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت في عهد أوباما إلى اتفاق نووي مع إيران في 2015 وأطلقت يدها في المنطقة كلها من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، اليوم تراجع هذه السياسات وإسرائيل تضغط، يعني المعطيات دائما تتغير والمواقف تتغير والرؤى تتغير. لم نشهد خلال سنوات قصف أمريكي على أهداف إيرانية في الأراضي السورية، ولكن حدث بشكل مكثف خلال منذ بداية هذا العام وحتى الآن، يعني أصبح القصف إسرائيلي وأمريكي، تتغير المعطيات. حدثني عن اليوم باختصار أستاذ محمد، موقف الولايات المتحدة الأمريكية هل هو مع فكرة مصالحة مهما كان شكلها، يجلس ما يسمى معارضين بضغوط معينة مع هذا النظام ويتوصلون إلى حل بأي حل وأي شيء ينهي هذا الصراع، أما زال الكلام القديم جديد متجدد؟ دعني وبسرعة لأنك طلبت أن أتكلم بسرعة. الذي يحدث الآن هو إعادة نسخ ما حدث قبل 2015 قبل الاتفاق النووي، هو إعطاء النظام الإيراني ما يريده من أجل تحقيق صفقة في موضوع السلاح النووي الإيراني، وكذلك إن حصل بعض يعني بعض الهجمات كانت الصهيونية على الأراضي السورية أو بعض الطلعات الأمريكية هي فقط لتذكير الإيرانيين أننا بإمكاننا أن نعكر أجواءكم ونعطل مشاريعكم في المنطقة، ولكن هذه الهجمات لا تشكل خطر على نظام الأسد ولا تشكل خطر على حتى تواجد النظام الإيراني في العراق وفي سوريا. وأنتم تفضلتم في المقدمة، مقدمة البرنامج، تكلمتم عن موضوع مقتدى الصدر وجماعة مقتدى الصدر. سقط العراق، وأنا برأيي الذي نجح بعد تحرك الصدر هو إعادة هيمنة إيران على كامل التراب العراقي، وما زالت قائمة الآن يعني إمكانية أن تبقى إيران في سوريا. كل هذا لا تستطيع أمريكا ولا تفكر بالتدخل لأنها تريد اتفاق نووي يعوم الرئيس بايدن ويعيد الحزب الديمقراطي كما كان في سنة 2015. فلذلك طيب. أنا لا أرى أن هناك أي جديد سيأتي، وكل هذا الكلام من الجزائر أو من الإمارات العربية أو من الأمريكيين أو الإيرانيين أو الروس، كل هذه دول ترتكب الخطأ والخطيئة وتأتي إلى سوريا لتتكلم بالعفة. فليحلوا مشاكلهم بالأول قبل أن يأتوا ويحاولوا أن يملوا على الشعب السوري ما لا يستطيع أن يتحمله من هذا النظام المجرم في دمشق. دكتور رهف، أعود إليك من جديد. الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية دائما مواقفها من أي قضايا يحكمه موضوع حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك، يعني الإنسان وحقوق الإنسان والجرائم واستخدام الأسلحة والاعتقالات ومصادرة الرأي وما إلى ذلك من أمور. طيب مهما كثرت السؤال هو مهما كثرت دعوات المصالحة أو استبدال المصطلحات، ماذا هل تعتقدين أن دول الاتحاد الأوروبي خاصة الفاعلة منها في الملف السوري والولايات المتحدة الأمريكية ما زالوا عند موقفهم حتى وإن باتوا في موقف لا يكترثون فيه أو غير فاعلين فيه بالملف السوري؟ أتحدث هنا عن المواقف، هل فكرة مصالحة مقبولة لديهم؟ هل بدأوا بالفعل يتراخوا؟ ألا يعد ذلك، إن كان الجواب نعم، ألا يعد ذلك انتصار لروسيا في سوريا التي يحاربونها الآن في أوكرانيا أو يقفون إلى جانب أوكرانيا في الحرب الروسية عليها؟
يعني شكرا لهذا السؤال. يعني حقيقة ليست معنية جدا أمريكا في موضوع، أو حتى أوروبا في انتصار روسيا في مكان ما بعيدا أو غير متاخم لمصالحها بشكل مباشر. يعني نرى ممكن أن تكون أوروبا وأمريكا أكثر شراسة في حرب روسيا على أوكرانيا بأكثر بكثير من يعني اعتنائهم بالقضية السورية، بأكثر مما أن تكون القضية السورية بوجهة نظرهم بأنها مصدرة للإرهاب مثل داعش ومواجهة هذه الفصائل الإرهابية. ولذلك علينا أيضا أن يعني أن نقوم بالفصل ما بين المنظور الأمني أو إعادة هندسة الأزمة في سوريا من وجهة نظر أمنية من قبل هذه الدول مثل أمريكا وأوروبا، وأيضا كيف هم هل يفكرون في مصالح الشعب السوري أو لا. يعني وحتى أنا هون احافظ على استخدام الشعب السوري، لأنه يعني هناك طيب وجهات طيب نظر ماشي، أنا معك، هم لا يفكرون وغير مكترثين، وإن بقيت الأزمة ل150 عام ماشي، ولكن من ناحية المبدأ هل أزيلت العقوبات؟ هل هذا النظام لم يعد منبوذا؟ هل يعني إلى الجامعة العربية لا يستطيع، آخر زيارة لبشار لا يستطيع، إلى موسكو فقط مسموح له، سوتشي يعني اللقاء الروسي أو لقاء الإيراني، عندما زار الإمارات كان يعني هذا خرقا أمنيا، يعني كان إنجاز دبلوماسي حتى لبشار الأسد. هل تغير شيء حتى وإن كانوا غير مكترثين وسوريا ليست على أولوياتهم، ولديهم دائما ملفات ملحة، ملف الطاقة، ملف الحرب في أوكرانيا وما إلى ذلك من مواضيع، ولكن هل هذا يغير من حقيقة موقفهم؟ هل يغير من واقع هذا النظام شيء بالنسبة للأوروبيين والأمريكان؟ ليس لهذه الدول اهتمام بشكل مباشر بتغيير أو دمقرطة دول بعيدة عنها. هي ليست هذه الدول مهتمة اليوم أو لا تريد التدخل المباشر في الشرق الأوسط. دعنا يعني أن نقول بأنها تغيرت البوصلة بعد حرب العراق نوعا ما. هي تريد من منطقة في الشرق الأوسط باستخدامها كبروكسي، يعني إعادة حل لأزمات معينة من خلال استخدامها منطقة الشرق الأوسط أو بعض الدول كساحة صراع لهم. أما بالنسبة للنظام السوري وهو نظام سلطوي، ليس هناك الكثير ما يؤثر عليه إذا كان مثلا لا يستطيع مثلا بشار الأسد أن يقوم بزياراته الدبلوماسية لعدة دول بما عدا إيران وروسيا. هو غير مهتم، النظم السلطوية تهتم لشيئين لا أكثر، الأيديولوجية التي تحكم بها المجتمعات الداخلية أو الحاضنة الشعبية، وثانيا قدرتها على نبذ أو عفوا قدرتها على بسط سيطرتها بشكل كامل على كافة المستويات. ولذلك الورقة الخارجية هي تستطيع التحكم بها من خلال وضع خطاب بأن هذه الدول العربية مثلا مثل السعودية وغيرها بأنها هي مثلا دول مصدرة للإرهاب أو هي ما تستخدم الحرب على سوريا. يعني هم لديهم أوراق كثيرة. أما بالنسبة لحقوق الإنسان وكيف ممكن أن تتعامل الدول الأوروبية وأمريكا في مع النظام السوري، أنا أرى بأن يعني سوريا أو الحرب في سوريا هي ليست الأولى تاريخيا. يعني هناك حروب أهلية كثيرة في التاريخ ومجازر كثيرة، ويعني كان هناك صعوبة في التوصل إلى السلم الأهلي، ولكن كان هناك برامج معينة قامت بها الدول الأوروبية أو الأمم المتحدة بفرضها عند وجود مثلا قدرة وإرادة سياسية لحل أزمة ما. ولذلك بموضوع هل ينظرون إليه بأنه هو محقق لحقوق، يعني هل هو مثلا يستطيعون التعامل أو الحوار معه؟ يعني نرى بأن مثلا مثل أمريكا وأوروبا تقوم يعني لديها alliances أو فاعلين تتعامل معهم، ولديهم يعني violations لحقوق الإنسان أو اختراقات بما يسمى بقانون الحماية وقانون حقوق الإنسان. ولذلك هذه الدول الأوروبية قد تستخدم مفهوم الكروت الليبرالية وكروت أيضا حماية حقوق الإنسان، فقد رأيناها ما فعلت في العراق وأفغانستان وغيرها. فهي لا تكترث كثيرا لهذه الأمور، طيب. ولكن ربما نستطيع بالاستفادة من هذا الكرت الذي تستخدمه هذه الدول فيما إذا حصل أي مصالحة أو تسوية في فرض آليات وبرامج معينة لمحاسبة المجرمين من كافة الأطراف. طيب أستاذ سامر الياس، أعود إليك من جديد، من سيصالح هذا النظام واقعيا؟ لا أتحدث لا بشكل نظري ولا بآمال عريضة،
كان تقريبا نصف الشعب السوري بين لاجئ ونازح، هناك أكثر من مليون ضحية منذ بدء هذه الحرب من قبل النظام على الشعب السوري، وحتى الآن هناك أكثر أيضا من نصف مليون مغيبين قسريا أو في المعتقلات. من سيصالح هذا النظام؟ من سيتوصل معه إلى حل يرضيه ويرضي الروس طبعا وحلفائه؟ المطلوب بالنسبة للنظام وبالنسبة للروس هي مصالحة، أي القبول بالعقد الاجتماعي ونظام الحكم الذي أقره هذا النظام منذ عام 2011 من دون أي تغييرات وما طرا في السنوات الأحد عشر الماضية من عمر الثورة السورية. المراهنة هي بالأساس على أن المصالحة من قبل المواطنين هم أنهم تعبوا ربما بسبب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها سوريا وانسداد الأفق السياسي وإقبال عدد من الدول على الانفتاح على هذا النظام وبيان. ماشي، أنا حأحكي بلهجة شوي شعبوية، اسمح لي. نعم. صالحوا يا سيدي، صالحنا لهذا النظام، بعدين كيف بده يرجع يعمر سوريا؟ هو قادر يأمن ربطة خبز حاليا؟ قادر يأمن لتر مازوت حاليا؟ قادر يأمن أي شيء لل 7 8 9 مليون اللي بمناطق سيطرته لحتى يقدر يمضي؟ ماذا بعد؟ لكن للأسف خلينا ننطلق من الواقع والشيء اللي على الأرض. الآن نحن في سوريا أمام من استطاع الخروج من سوريا طوال السنوات الماضية والذهاب إلى أوروبا أو إلى أماكن أخرى هو وجد طوق النجاة ربما من هذا النظام، لكن من يوجد داخل سوريا هو أمام قمع مزدوج ربما أمني كما كانت عليه الأوضاع قبل عام 2011 في سوريا وفي درعا على سبيل المثال المنطقة التي خرجت منها. الآن النظام يحاول تصفية كل الأفراد الذين كان لهم أي نوع من المعارضة سواء كانت سياسية أو عسكرية ويتجاوز موضوع المصالحات وغير، وصالحوه طبعا صالحوه. نعم، هذا ينطبق على جميع الأماكن التي كانت موجودة فيما قبل. أنا أقول بأنه طيب الجواب على سؤالي، يعني ماذا أنا ما أردت أن أقوله أنه ما زال لحظة بس لو سمحت لي كلمة ليوضح للمشاهدين، ما دام المجتمع الدولي لم يغير قناعته بهذا النظام، أي حل غير حقيقي هل يمكن أن يفيد النظام اليوم؟ لا طبعا، لأن العقوبات حتبقى، إعادة أعمار ما في، عودة للاجئين ما في. طيب حتى لو وضع المجتمع الدولي كل ثقله من أجل إجبار السوريين على المصالحة مع هذا النظام فإن هناك قضايا مفتوحة لا يمكن إغلاقها. هذا الموضوع يتعلق بموضوع العدالة للسوريين. هؤلاء السوريين الذين خرجوا في مارس آذار عام 2011 ضد هذا النظام الفاسد هذا النظام الذي واجههم بأنواع من الأسلحة والقتل يعني التبلي على الناس بأن هناك مندسين وغير ذلك وبدأ بقتل السوريين منذ اليوم الأول في درعا في 18 مارس آذار عام 2011 بدأ بقتل السوريين علما بأن هناك كانت تظاهرات سلمية من دون أي ظهور للسلاح، وواصل هذه السياسة لأشهر عدة بإقرار من النظام ومن الروس بأن أكثر من 6 أشهر من القتل من قبل النظام لم تواجه برد عسكري أو بمواجهات عسكرية مع السوريين الذين اضطروا إلى التسليح للدفاع عن أقرارهم. إذن السؤال هو السوريون لا يمكن أن يقبلوا من دون أن يكون هناك عقد اجتماعي جديد، ولا يمكن أن يسود استقرار، يمكن أن يستقر نظام الأسد لسنة لسنتين لثلاثة. هناك قضايا روسيا عاجزة عن تحقيقها، موضوع إعادة الإعمار، موضوع أن تقنع النظام أصلاً بإصلاحات بشكل ديمقراطي، وروسيا نفسها التي لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بأي شيء لن تدعم أي إصلاحات ديمقراطية يمكن أن يريد قادر النظام. قادر على إنتاج حل؟ روسيا قادرة على فرض طريقتها بالحل اليوم؟ قادرة على المضي بهذا الخط؟ لا، أنا أعتقد بأن الجانب الروسي أولاً لو كان قادراً على إعادة الإعمار في هذا للنظام ودعمه اقتصادياً بدون مساعدة الدول الغربية لكان قام بهذه العملية من أجل جعل سوريا مستعمرة دائمة له وضمان وجوده في المياه الدافئة لفترة طويلة أكبر، لكن وكسب الرؤوس الأموال الروسية أكبر قدر ممكن من كعكة الإعمار. لكن
حقيقة الجانب الروسي يريد أن يعيش طفيليا على موضوع إعادة الإعمار عبر المشاركة مع الشركات الغربية والشركات الخليجية في موضوع إعادة الإعمار وضمان حصة له اقتصاديا وضمان هيمنته سياسيا على النظام لفترة طويلة، لأطول فترة ممكنة، من أجل طيب المحافظة على القواعد العسكرية في طرطوس. إذا لنختم الحلقة بجملة أستاذ الياس، إذا مهما تعالت الأصوات وكثرت الدعوات واستبدلت المصطلحات إلى موضوع مصالحة، هل يمكن أن تؤتي أي نتائج على الأرض؟ نتائج واقعية؟ نعم، أنا لا أعتقد بأن كل الدعوات للمصالحة الخارجية لم تؤثر على الوضع، نظرا لأن النظام لا يريد أصلا القيام بأي مصالحة مع الشعب السوري، ولا يريد أن يحقق أن يتفهم أو أن يحقق فيما جرى في عام 2011 ويستفيد من هذه الدروس، لأن هذا النظام ديكتاتوري استبدادي يريد طيب. البقاء كما هو عليه بدعم من الروس والإيرانيين شكرا. وبتواطؤ ربما من دول مختلفة من أجل قمع ثورة السوريين التي تآمر كل العالم عليها من أجل قمعها، وصدروا إليها جميع حثالات الأرض لتعيث فسادا في سوريا ويعيدون تدويرهم ويعبثون في سوريا وشعبها. شكرا شكرا جزيلا أستاذ سامر الياس المختص بالشأن الروسي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من أرهوس. أشكر كذلك ضيفتنا من الدوحة الدكتورة رهف الدغلي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر. كذلك أشكر ضيفنا من واشنطن الأستاذ محمد عويس المحلل السياسي. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، إلى اللقاء.